بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا بكم مع جولة جديدة في الصيدلية في حالة اليوم معنا ستوبادول كبسولة الجديد وهو يحتوي على تركيبة مكتوبة بوصف الفيديو وتعمل هذه التركيبة على مقاومات التهابات الحلق والتهابات الأنف وعلاج الكحة وعلاج الصداع وهو مسكن قوي وفعال للآلام وخافض للحرارة في حالات الحمى وهو يعمل على تخفيض أعراض نزلات البرد والألفلونزا وهو أيضا طارد للبلغم ويزيل انسدادات الأنف ومن مميزات هذا المنتج انه لا يسبب النعاس الجرعة 2 كبسولة كل 4 او 6 ساعات او حسب ارشادات الطبيب العبوة 20 كبسولة سعر العبوة 24 جنيه مع تمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية